ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله، وما هو معنى الغيبة؟ أما الحديث فلا يحضرني الآن حوله شيء ولا أدري عنه، وأما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، قد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تعاطيها. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة. وأما ما هي الغيبة، قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي الكلام كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان أخوك غائبا وأنت رتعت في عرضه ووصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه وأثمت في ذلك إثما عظيما. وإذا ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة مفتوح، ولكن هذا حق مخلوق، ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه، فعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة. إلا إذا خشيت من إخباره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فلعله يكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك.